برلماني عزيز أفتاتي عن مدينة وجدة، كما نرحب بالسيد نور الدين البركاني نائب برلماني عن إقليم الناظور، كما نرحب بالسادة الحاج توفيق ممثل الكتابة الجهوية، الحضور الكريم ممثلي المجتمع المدني، ممثلي الهيئات النقابية، ممثلي الأحزاب السياسية، السلطة المحلية، الحضور الكريم، نحييكم بتحية كبيرة على هذا الحضور رغم هذه الظروف الطبيعية الخارج عن الإرادة. هنا لابد قبل أن أعطي الكلمة للسادة النواب البرلمانيين لمناقشة وطرح الإنجازات التي حققت هذه الحكومة بقيادة السيد عبد الإله بن كيران، لابد من الإشارة كبيرا لنأتي إلى هذا المكان، ولكن رغم ذلك بناء على المسؤولية الملقاة على عاتقنا كأحزاب سياسية لابد من هذا التواصل الذي يأتي وفق البرنامج الذي اسطرته الكتابة المحلية، لأننا لدينا برنامج نشتغل فيه وفق الإمكانيات المتوفرة. يعني يأتي هذا اللقاء لإبداء الرأي والملاحظات مع السادة النواب البرلمانيين المحترمين، ماذا حققت هذه الحكومة في ظل السنوات الماضية، وماذا يعني ماذا ينتظرون من الفترة الزمنية المتبقية. هذا ما سوف يعني نسمعه من السادة البرلمانيين. نشكر الإخوة اللي ساهموا ونظموا هذا اللقاء، وثانيا كنشكر الحضور الكريم اللي رغم هذه الرياح ورغم يعني المكان حضروا ليشاركونا في هذا اللقاء. وفي الحقيقة أنا لما في نظر الغياب الأخ الكاتب الجهوي ولما قال لي أنني نقول كلمة في هذا اللقاء، فكرت أشنو يمكن لي نقول مع الإخوان اللي في البرلمان واللي عندهم معلومات كثيرة حول، وفكرت أخيرا أن اللي جمعنا في هذا اللقاء هو السياسة، واختاريت أنني ربما نقول واحد الكلمة حول السياسة. والسياسة ماشي السياسة اللي كيعرفوها الناس، أننا كنقولوا مثلا في المثل ديال راه سياسي وكيدير السياسة يعني غيسلك معاه، سياسة ديال الكذوب ولا سياسة ديال الأخر. والسياسة في الحقيقة هي المخ ديال التدبير ديال الشأن الإنساني ككل، وهنا أنا كنمثل السياسة بحال المخ ديال الإنسان اللي كيسير الأعضاء ديالو. إلا كان هذا المخ صحيح راه جميع الأعضاء ديالو كتكون صحيحة، ولكن إلا كان هذا المخ دخلوا الفساد وبدات الخلايا ديالو كتموت راه كيوقع الفساد. المعارضة النقدية، وهنا أنا كنتذكر المجلس الوطني، لأن هاد يعني لما كانت المساندة النقدية كانت بقرار من هيئات الحزب من المجلس الوطني، وباش نخرجوا من المساندة النقدية المعارضة البناءة خص يكون قرار كذلك ديال الهيئات ديال الحزب. كنتذكر أننا قضينا حوالي من وحدة النهار حتى الوحدة ديال الليل للنقاش حول الخروج من المساندة النقدية إلى المعارضة البناءة، وفي الأخير في الوحدة الليل كانت الأصوات ما بين 90 للمساندة النقدية و94 للمعارضة البناءة. وفي هذا الإطار ومن هنا تكون الرأي مستوى يعني على الجهة أكفت جامعة على جميع الميادين على جميع القطاعات بدون استثناء. والغريب في الأمر أن المجلس للأسف الشديد نقاس الاستدعاء دعوة من الكتابة المحلية، يعني أسجل على أنه واصفوا الجرأة ليست لهم الجرأة لا السياسية ولا غيرها باش تحضر، لأنه من الأخلاق ومن السياسة وغير حضر أولا هو المجلس الجماعي على اعتبار أنهم يسيرون الجماعة لمدة 30 عام، يعني 81 تشطر و 81 كذا نستنى أغلبية الوجوه في تسيير الشأن المحلي. الوضع كارثي خير دليل يعني بعض المسائل، يعني نهار من لا يقصى ونزار وضع كارثي، رغم أن مشروع مارشي كادوز تقدر بعض الترقيعات لم أرى المجلس الجماعي والمصلحة التقنية ما عمر صفندغ الشارع لنشهد اللهم إن هذا منكر، باستثناء وحيه بعض الجمعيات بعض الأشخاص الغيورين في المنطقة
يعني ديا ينزرع وقفل رغم انه مشروع كبير لناس اللهم ان هذا مركب. اما المسمى دائما اسميها المسمى المجلس ليس بالمجلس، المسمى بالمجلس لان الهدف الاساسي تحقيق المصالح الخاصه، يتضاربون من غندير في المصالح الخاصه. لم ارى اي مصلحه عامه لسكنه كبده، واتحداهم في هذه الساحه العموميه الا كانوا مرحبا باش ناقشوا المسائل قطاع بقطاع، الا ما كانوش متسرعين. لا لا اجد الكلمات، لا اجد الكلمات. مسار لدينا تصور لدينا اهداف نسير وفق النمط الذي نستطيع ان نمشي عليه، ولكن نهار كمناسبه اتسنب بعض المسائل ضروري ضرورية على مستوى المجلس. لم يقدم رغم انه الرئيس يعتبر مستشار نائب برلماني، لم اراه يتكلم منذ فترته في المستشار على كبدانا. ما عمر سيستعمل كلمة كبدانا، ما عمر سيسوي للبرلمان المستشارين كما يفعل السادة المستشارين والبرلمانيين من أجل التطاحن من أجل الجهة. ما عمر سنزريت يستوي الخشل أكثر من ذلك. يعارضنا، يعارض المصلحة العامة لكبدانا والمسائل موثقة، ماشي انتهارة السفارة، مجموعة من المراسلات من الكتابة المحلية. أكثر عائق هو المجلس. قمنا بمراسلة من أجل، يعني نقاط بعدنا مراسلة من أجل إحداث المكتب الوطني للكهرباء، على اعتبار أنه مجموعة من الظروف التي تسمح بإقامة هذا المكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أود أن أشكركم جميعا على حضوركم لهذا الاجتماع وهذا الجمع المبارك إن شاء الله، رغم هذه الظروف وهذا يعني الجو اللي احنا مجتمعين فيه. حقيقة واحد الجو ما كيساعدش بزاف، لأن تصوروا إلا جات الشتا دابا كيفاش غادي نوليو؟ أغلبية ديالكم راه غادي يهربوا، حتى حنا غادي نهربوا. إذن الأخ السي هبان تحدث عن إشكالية ديال يعني المركب سوسيو ثقافي اللي كان المفروض أنه ندير هناك هذا الجمع، ولكن نظرا لأنه هناك واحد البنز كيمنع الأحزاب السياسية باش يديروا تجمعات ديالهم والتأثير ديالهم للمواطنين في هذه القاعات، لذلك اليوم حنايا متواجدين معكم في هذا يعني الفضاء. غادي كنعتذروا لكم على هذا يعني هذا المكان اللي بالحقيقه ماشي مكان مناسب للاجتماعات، لان اولا التواصل ما غاديش يكون واحد السهوله، ثم هذا الرياح وهذا الشيء يمكن تشوش على يعني هذا اللقاء وما كتخليناش نهضروا براحتنا. ثانيا اريد ان اشكر الإخوة في الكتابة المحلية على الجهود ديالهم، على كاع داكشي اللي كيديروه، اقتراحات في واحد العدد ديال المواضيع اللي طرحت فيها واحد العدد ديال الأسئلة فيما يخص قرية أركمان، لأنه صراحة كما قال قرية أركمان كان من الممكن تكون أحسن منطقة في الإقليم بالنظر للموقع ديالها، يعني متميزة بالفلاحة، الثروة السمكية، يعني مطلع على البحر، ويعني لواحد الموقع هائل للسياحة. ولكن اليوم كما كتشاهدوا صراحة أنا متأسف، ولهذا يعني الوضعية اللي كيعيشوه السكان هنايا صراحة كان بالممكن من الممكن أنه تكون أحسن بكثير. لذلك لا أنكر أنه بفضل الاقتراحات ديال الإخوان في الكتابة الإقليمية في الكتابة المحلية تقدمت واحد العدد ديال الأسئلة بخصوص المشاكل ديال الساكنة ديال قرية أركمان، وممكن إذا بغيتوا نرجعوا للتفاصيل ديال الأسئلة فيما يتعلق بالبنية التحتية، مشاكل ديال المياه
العديمه، مشاكل ديال القنوات، مشاكل ديال الرياضه، ما كاينش يعني مرافق الملاعب الرياضيه، مشاكل ديال هذا السوق اللي عندكم اللي هو محاذي للبحر والاوساخ ديالو كترمى في البحر، مشاكل ديال يعني لا 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 غياب طبيب بيطري، هنا ما عندكمش طبيب بيطري، واحد العدد ديال المشاكل اللي طرحناها وقدمنا اقتراحات، ماشي غير قدمنا باسئله وانما تقدمنا بمقترحات في هذه المواضيع. وكذلك بغيت نشكر الاخوه اللي جاوا من وجده، السيد النائب المحترم السي افتتي اللي هو غيور على المنطقه وقدم واحد العدد ديال الاسئله على الاقليم ديال الناظور واقليم ديال الدروج، وانا شاهد على ذلك ودائما يدافع عن المنطقه واحييه امامكم هنايا وكنحييه بواحد الحراره. صراحة كذلك كنشكر الحاج توفيق اللي هو كما كتعرفوا عضو ديال الكتابة الجهوية، اللي هو عضو فاعل وقديم في الحزب وعنده واحد التأثير قوي وكيساهم بواحد مقدار كبير من العطاء داخل الحزب، لذلك كنحيهم جميعا والمرافقين ديالهم كذلك كنحيهم، لأن هذه المنطقة ديالنا من لازم ندافعوا عليها جميعا. أريد قبل أن أتحدث عن بعض النقط من الحصيلة ديال الحكومة، ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل لأن ربما الأغلب ديالكم عارف توجه اللي غادي فيه الحكومة. اليوم السؤال المطروح، واش هاد الحكومة هادي واش راها في الطريق الصحيح؟ واش غادية في الاتجاه الصحيح ولا لا؟ هذا هو السؤال اللي خص كل مواطن يجاوب عليه ويشوف بكل بصدق هذا الدستور ديال 2011 اللي فيه مقتضيات وفيه فصول مهمه جدا، ولكن اليوم حنايا كمواطنين جميعا ما كنهضرش على البرلمانيين، واش حنا في المستوى لتنزيل هذا الدستور كما يجب؟ واش المواطنين قادين لمسايره باش نساهموا جميعا باش نحققوا هذه الانتظارات ديالنا؟ اكدوا من السمازيغ ما نهاني دا المواطنين نغمر ريدنا، ما كنستعدين ندافع باش دستولا غادي تصدر تنطبق كما يجب. اكيد على انه نهاني دا يجن عدد المكتسبات، يجن عدد المستثمرين الحمد لله بفضل الثقه اللي تمتع المغرب، نهاني دا يجن عدد الاموال اللي تسنزي برا، تسن استثمار 2014 أزيد من 40 مليار درهم يديوسين الاستثمارات يديوسين غير المغرب، والديموسين تدمنوها وسنتيد، لأن المغرب تعيش نوع الاستقرار ضم قرن الطاس، لأنه بلد متميز بهذا الاستثناء يعني المغربي الحمد لله اللي كان حمد الله تعالى وكنشكروه على هذه النعمة ديال الاستقرار وهذه الثقة اللي يعني كيتمتع بها المغرب. فالحمد لله الحكومة منذ توليها يعني المسؤولية كان فعلا كان هناك تراكمات، كاين تراكمات اللي هي إيجابية وكان تراكمات سلبية. أنا غادي نمشي لكم غير يعني الإرث السلبي، شنو هو السلبي؟ لأن التراكمات الإيجابية ربما راكم كتعرفوها، لأن الحمد لله المغرب عنده واحد التجربة، كان بلد منفتح فيه التعدد الحزبية، فيه كان واحد النوع ديال الصراع، ولكن اليوم تجاوزنا ذاك الصراع دخلنا في الإصلاحات. أنا أكبر أنا أول نقطة اللي كان اللي كانت من بين يعني في الإرث اللي هو سلبي هو انه كان واحد المنطق منطق خطير وخطير جدا. اشنو هو هذا المنطق؟ وانه منين دخلت هذه الحكومه شنو لقات؟ غادي نعطيكم بعض الامثله باش تفهموا. لقات على انه مثلا فيما يخص توظيف مثلا اللي يحكم اللي وصل الحكم كيدخل معاه الناس ديالو في الوظائف السامية، في المناصب السامية، في التوظيف، الإدارات، كذا. اليوم لا، اليوم كاين واحد المنطق جديد أنه التوظيف بالمباراة والاستحقاق، ولد الشعب ذاك الفقير، ذاك اللي في القرية، ذاك الهامش اللي يعني اللي ما كانش عنده حضور، اليوم ممكن يكون كاتب عام ديال الوزارة، يكون وزير، يكون في أعلى منصب.
هذا مكسب مهم ومهم جدا. البارح ما كانش ممكن لانها كانت محسوبية، كانت زبونية، كان الحزب اللي كيوصل الحكم كيدافع على الناس ديالو، كيدير الناس ديالو. لذلك اليوم انا ما كنكرش انه الا كاين شي عراقي اليوم كاين باسباب هاد الارث المخلفات، لان كاين ناس في الاداره، ماشي كاع الناس اللي في الاداره ما مزيانش، وان كاين ناس اللي مزيان وكاين، ولكن كاين واحد يعني واحد الارث، واحد المجموعه ديال الناس ديال في الاداره اللي كيخدموا الاجنده الحزبيه اللي وظفتهم. لذلك اليوم الملف اللي كتمشي انت كدير واحد كتحط واحد الملف ديال الاستثمار، ولا انت كبرلماني كتقدم واحد مقترح ولا واحد سؤال كتابي. انا ماشي يعني متاكد على انه ذاك السؤال كتابي ولا ذاك المقترح واحد ديالو ديال الزعيم ديالهم، الزعيم شباط اللي كانت عنده ربما طموح يعني بغي يوصل بغيا، هو ربما كان كيحلم باش يوصل يسيطر على الحكومه ويكون هو رئيس ديال الحكومه ولا ما نعرف. لذلك بدا كيوضع واحد العدد ديال العراقيل وضيعنا ما يقرب 8 شهور في الحكومه الاولى بسبب يعني عدم الانسجام ما في الاغلبيه. فاليوم الاخوه الكرام بغيت فقط نقول لكم على انه فيما يخص الحصيله ديال الحكومه كاين واحد العدد ديال الاجراءات، اجراءات كتخص يعني صندوق التماسك الاجتماعي. ربما سمعتوا لا شك انه على الدعم المخصص للارامل، ارامل من الفئه الهشه، كاين واحد الدعم مهم اللي غادي تخصص لهم، والان يعني في المراحل ديالو الاخيره باش يعني يطبق. كذلك المطلقات كاين واحد الصندوق خاص للنساء ديال المطلقات اللي غادي يستافدوا من واحد الدعم، وبدا فعلا التفعيل ديال هذا الدعم. هذا برنامج تيسير لمساعده تندرس، يعني هذا لا شك على انه كذلك عنده واحد الاهميه كبيره لتشجيع يعني التلاميذ الفقراء باش يمشيوا للمدرسه، لان التعليم كتعرفوا على انه مشكل كبير وكبير جدا. العالم القروي اللي اليوم تخصصت له واحد الميزانيه تقارب بعد المليار ديال الدرهم، في حين انه في 2011 كانت عنده يلا 250 مليون درهم. شوفوا كيفاش يعني اضعاف مضاعفه، مبالغ كبيره اللي اليوم تخصصت للعالم القروي والفئات المهمشه. كذلك فيما يخص يعني الادويه، انا كصيدلي انا كنعرف هذا الميدان، يعني الحمد لله هذه الحكومه بفضل الادارات ديالها والتدخل ديالها تم تخفيض ديال ما يقارب 1700 ثمن ديال 1700 دواء، وهذا انجاز كبير وكبير جدا لصالح المواطن. واجراء كثيره واجراءات كثيره في المجال ديال القضاء، في المجال ديال تحسين مناخ الاعمال والاستثمار، في المجال ديال دعم المقاوله الوطنيه، في المجال ديال ادماج الشباب يعني العاطلين. اولا انا طبعا اللي قال الاخ الدكتور نور الدين في الاول، لابد ما نعتذر لكم على هاد الشروط، يعني الشروط بحق اللي ماشي لائقه بالمواطنين، لانه في هاد البلاد مازال اللي كيتصور وهو محق في هذا بان واحد شي شويه ديال المعقول كاين في واحد شي شويه ديال الاحزاب، وهذه جابها نيشان. هذاك الشيء علاش عندكم واحد المركب، انا قولي كاين واحد المركب سوسيو ديال الكرموس، سوسيو اجتماعي، سوسيو ديال، بل كاين واحد المركب ولكن مانعينو حاضرينو على الاحزاب. دابا وكأن الاحزاب، دابا وكأن الاحزاب تتاجر في الممنوعات. هو صحيح كاين احزاب تتاجر في الممنوعات، وهذا الشيء كتعرفوه انتم في هذا، كتعرفوه في هاد البلاصة. ولذلك أنا كيظهر لي بالنسبة لنا آخر مرة نجتمعوا مع الناس في ظروف غير لائقة، خصكم تناضلوا على المستوى المحلي باش هذاك المركب يولي مفتوح
للأحزاب، لأنه الأحزاب هي اللي فيها واحد النسبة ديال المعقول. ما هذاك الشيء ديال الجمعيات راه حنا عارفين جمعية معقولة وتيخلقوا 90 ماشي معقولة، ويقول لك المجتمع المدني. هو المجتمع المدني تبع دابا؟ واش دابا عاد ظهر المجتمع المدني؟ هاد المسخرة، هاد المهزلة خصها توقف. وهاد المسخرة في حقكم كانت الإدارة ترابية، إدارة ترابية ما توقعش على هاد المنكر. شنو المعنى ديال نظام داخلي يجي القسم الاجتماعي بين قوسين ديال العمالة ويوقع على هاد الكارثة، ويوقع على هاد البؤس، يوقع على هاد البؤس باش يحرم الأحزاب من مكان باش يجتمعوا فيه مع الناس. ما معنى قطاع ديال الشبيبة يوقع على هاد البشاعة؟ ما معنى قطاع الثقافة يوقع على هاد البشاعة؟ شنو المعنى ديال هاد؟ مفهوم أن رئيس المجلس يوقع على هاد الشيء وزيادة؟ مفهوم، مفهوم، لأنه رؤساء المجالس ومن 2011 وخاصة اللي في هذاك المجلس اللي كيتسمى المستشارين، وهما كيحرصوا باش ما تدارش انتخابات باش تعطل ما يمكن، لأنه أنتم عارفين بأنه الدولة فيها الحكومة وفيها الجماعات الترابية وفيها الشركات والمؤسسات العمومية، ما بغاوش الإصلاح يوصل للجماعات الترابية باش يبقى واحد مخوف العباد، واحد كيخوف دوار، كيخوف جماعة قروية. في 2014 ما زال شخص كيتصور أنه غيخوف الناس، وما زال كيستمر باش يرهب الناس. وبالمناسبة راه هادو هما اللي داروا واحد المحاولة في المجلس ديال المستشارين، ولكن ما فاتش لأنهم عارفين غادي نتصدوا لها في مجلس النواب. راه بغاو يورثوا المعاشات لأولادهم، بغاو يورثوا المعاشات لأولادهم التركة ديالهم بلا حياة بلا حشمة. ومش بدا هادشي تل شهرين تلت شهور الأخر اللي بقات لهم باش يدوزوهم بعض الفريض. نتوما عارفين بأنه كيديو 1000 درهم كمعاش على العام، بمعنى اللي يدوز فيهم 9 سنين عنده 9000. منكر 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 هذا. ولذلك لابد بالطبع ما يعتذر لكم الإنسان، ولكن خصنا نشتغلوا جميع باش هذا المنكر ما يبقاش، والمرة الجاية ما نعاودش نجتمعوا مع الناس في الطول. ها هما الإخوان ديال القهاوي الله يجازيهم، نديروا القهوة والأخ الكاتب الجهوي يعطيكم واحد شي شوية ديال الإمكانات، ونديروا واحد الخيمة تكون محوطة مسقفة باش نديروا لقاء اللي هو يليق بالمواطنين ونخرجوا من هذه الأوضاع ديال الحكرة. طبعا هادشي ما يمكنلوش يستمر، أنا نقول لكم هذا القدر، ما يمكنلوش يستمر. هذه أمور ولا عهدها، لا يمكن هذا البؤس، هذا البؤس يستمر. هذا البؤس عنده قضية ديال شهور، شهور معدودة، بمعنى أسابيع معدودة لهذه المافيات، لهذا المفسدين، لهذا المستبدين. عندهم بضعة أسابيع، بضعة أسابيع، ونهيو هذه المسخرة بإرادتكم، بالإرادة ديال الشعب، بالإرادة ديال المواطنين وديال المواطنات، ماشي بشي إرادة واحدة أخرى. وهذا الشيء كنقولوه وحنا عارفين بأننا نعيش في وضع إقليمي ودولي مضطرب، حنا عارفين هاد الشيء، عارفينه جيدا. ولكن المغرب ما عندهش اختيار، المغرب ما يمكنلوش يقبل بالحلول ديال المخامرين وديال المغامرين، ما يمكنش، وما عمره ما كان. وبالرغم من الارتباك اللي وقع في تونس بفعل تدخل ديال الأموال ديال العشائر ديال الخليج ديال البترودولار، وانتم كتشوفوا بأنه قوة سياسية هجينة، هجينة فيها من اليمين من اليسار، من اللي كيتحسب ماركسي اللي كيتحسب ليبرالي، في اتجاه هجين هو اليوم اللي كيسير الدفة ديال البلد. وكانت محاولة التفاهم مع النهضة اللي هو اتجاه حقيقي نابع من الصميم ديال المجتمع،
العدالة والتنمية، ما في بحال المرتزقة اللي ما عندهم علاقة بالمجتمع، وفي آخر لحظة تم الإبعاد ديال النهضة بفعل تدخل ديال الجهات التي يعني تعلمون والإمكانات التي تعلمون، وخاصة بترو ديال الخليج اللي كيتصوروا بأنهم اليوم كيخوضوا معركة ديال الموت أو حياة ضد الإصلاحات، لأنهم هما كيتصوروا بأن الإصلاحات غتكون عليهم وعلى حسابهم. أنا هذه المرة الثانية اللي جيت لهنايا، وغادي نجري المرة الثالثة، وغنجري المرة الرابعة، وإلا كانت عندك الجرأة غادي تجي لهنا ونعطيك تكلم، إلا عندك الجرأة أتحداك غتجي لهنا ونعطيك تكلم، وغتقول مع من راك، غتوضح مع من راك هو الأول. ولذلك إلا كاين شي حد اللي موجهك أجي لهنايا قدام هاد الناس، حنا إلى الإخوان كيعرفوا كاتب المحلي، كيعرفوا الجماعة اللي معاه، وكيعرفوا الأستاذ نور الدين، وأنتم عارفين بأنه ما كاينش شي واحد في هادو اللي تشغل اللي تعطى له امتياز في هاد الثلاث سنوات، وما يمكن لهاش تكون بخلاف الجهات اللي كينوب عليها يعني هذا الذي يحاول ان يشوش على التجمع. نعم اللي يشوف اللي مسؤول على البطاله، اللي مسؤول دابا بعد الاصرار وبعد الصمود، موضوع ديال التشغيل، يلا الاستاذ الحليمي ديال المندوبيه الساميه للتخطيط غير هذه بضعه ايام قال بانه فايت 26% من المناصب ديال التشغيل كان يتم الوصول اليها باساليب ديال السبونيه. اللي مسؤول على هذا الشيء ديال البطاله ماشي اللي تحمل المسؤوليه عام عامين ثلاثه، مع ذلك هذا اللي تحملها يلا ثلاث سنين عنده برنامج في الموضوع ديال البطاله في التصنيع بالضبط وبالذات، لانه شكون اللي كيشغل؟ هو اللي كيشغل المخدرات؟ شكون اللي كيشغل؟ الخرقوبي والنعناع؟ شكون اللي كيشغل؟ يدوخوا الشباب هو اللي كيشغل، الذي يشغل هو الصناعه. وعلاش اللي ما عمر ما تم الاهتمام بالموضوع ديال الصناعه؟ لانه الصناعه عندها علاقه بالتكوين، وهي اللي فيها تشغيل على مدى طويل. اليوم كاين مجهود، وانتم تعلمون ما بقاش هذا سر بانه فيه مجهود باش ترفع النسبه ديال المساهمه ديال الصناعه في الناتج الداخلي الخام من 14% ل 23%، بمعنى زياده ديال 9%، وهذا في حدود 2020 بالارقام بالاتفاقات اللي بدات كتوقع مع المؤسسات الصناعية. كاين توجه لخلق 500,000 منصب في الصناعة لوحدها، من كتشوفها على السنة كتعطيك قريب من 80,000، في الوقت اللي الاقتصاد الوطني كان كيدير في المتوسط 120,000 130,000، بمعنى فيه مجهود، وهذا المجهود فيه إمكانات، فيه 20 مليار ديال الدرهم، فيه هاد السنة 3 مليار ديال الدرهم، فيه الدولة كتحمل التكاليف الاجتماعيه ديال المقاولات اللي غادي تشغل، وفيه وبالطبع هادشي ديال التشغيل ما مسؤولاش عليه الحكومه لوحدها، مسؤول عليه الجماعات. لا معليش خليني، لانه اي فرصه ديال اللي بغى يتناقش يتفضل، مرحبا نعطوه للاخر، تفضل. لا الراي الاخر، لا غير بلاتي ماشي كنقول لك الراي الاخوان، انا عبرت على هذا الشيء وممكن يا اخوان من الاتحاد شو مشكل؟ شو مشكل؟ تفضل هاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوان حنا ككتابه محليه تدخل في انجازات الحكم، حنا مستعدين لمحاسبه نهارو ماشي ديك الشهر. مقارنتناك الاحزاب السياسيه المتواجده ديال المنطقه ونتهارد ندير القهوه الوحده بلغك الجرأه،
نشتي الانتخابات يعدوا المرس من اللي سيتوقع وقد تس المناسبة بالأشخاص والأموال الحارة يتوسع عندي كبدانا اسم اسم لا نخاف من أحد نشينا نميتو صنهارة غير نغبرنامج غير نغبرنامج نعتزو به ككتابة محلية أتحت أي حزب على المستوى المحلي هذي حضارة أتحت أي حزب سياسي لا حركة الشعبية مستشاري كامل حركة أتحت أو مغريدة صنهارو آخر ما ينقاه وبيان في إخوان الموظفين الجماعة المحلية أتحت أي حزب نقابة أتقل بيان أتحداهم من الخوف يتخوفون لما قوذن وغسر مول شرعة هالساحة بعد أن يتحارد الدولة انتخابات البرامج من 11 درهم أسنى رسمة مرحبا بك الحزب الوحيد يقل الاستفسار السلطة المحلية والعدالة والتنمية روح مع السلطة المحلية ينسوا واش تقل الاستفسار ما يمكسرين نشيرها نسبة الدم اليوم يتخوفون من العدالة والتنمية تصور أقسم بالله العظيم لسنين العدالة والتنمية يترجيجي وكأنه ما نعرف ذين لبعض الشباب يالله خسن أتعاطفن التحذير ترهيب جميع المسائل نارون شين بل أخزد نزن حسن مرحبا بك وكشغل بوق الهال لك اسميتو هارد كامل الحرية واخشترغ ما يتقى الكتابة المحلية تعتبر من إنجازات الحكومة لأنها حزب مشارك في الحكومة الإخوان الحركة الشعبية ككاتب محلي أحمله المسؤولية ككاتب أن يحارب الفساد والمفسدين بل انتشي نارو يدنا مفتوحة الجمعيات الحقيقية الصادقة الأحزاب السياسية الصادقة الهدف الأساسي هو مصلحة العامة لكبدانا تزداد برلمان أكثر من زيارة الهدارة البركانيين يشعروح مغان مجزارة نشيل قناة القوارنت الوضع تغذي لا أن هذه جوسة السينور دي البركاني لأن غنغ برامج محددة كل كتابة المحدية من مغان الزيارة مجرد أنه نقض الزيارة صبحا تصبغ ما معنى هذا هو منه ومن الخوف ما يمغان صبغ الشك واش بول إمكانيات ولا ميني هذا مكار صبغ المجزارة ولكن الوضع الداخلي كارثي جدا من هذا المنبر أحمل المسؤولية للسلطات المحلية باش تبلع المجزرة لأنه قاطر على الصحة طبيب البيطري ويديشا النقطة الأولى النقطة الثانية نشين كمحلية مجموعة من أولا السوق الأسبوعي الإخوان دي السوق الوحيد ينقل المراسلة بتنظيم السوق المجلس يحتوي أميين أصحاب المصالح الخاصة الرخصة البينية الفلوس عدم تجزئة الفلوس عدم الصيانة الفلوس ما لا يقراش لا شرط لائحة الرخص والمتاخذ الرخص أتحدوا السوق السوق الجبلات المحلية أتحدى المجلس ورئيس يشنارو غلغ الحق ذي الحق المعلومة حق دستوري أي مواطن ذي الحق للجماعة أذي في اللائحة المداخل قد هالمصاريف هالمداخل إما العجز إما نسبة الربح من لا غرس العجز شنا نعاون كحيز مثلا على المستوى المحلي يسير الشأن العام أهل نعاون في اقتراحات ولكن يتخوفون الإخوان شحال من مرة شحال موظفين غرض الجماعة نتسلى 72 92 مجموعة من الإخوان الموظفين معروفين أتحدى المجلس ورئيسه أن أغدي الزل لائحة الموظفين أتحدى وزيدون الفساد معروف أي وثيقة إما لشي نروح غير فلان نلبع نصا مصيره معروفين ولكن شي خصو نجبدوا المسألة يا علاء لأن ديال النهار ديال النهار المحاسبة شخص شخص والمسألة غرزة يعني من إجازة الحكومة مركا لا يتصور أن المنحة الطالب من 74 ولا 75 ولا 70 ولا سنتيم شكا طلبة السلميدين نار الحمد لله أرنيني الطلبة لا على مستوى الإجازة ولا الماستر ولا الدكتورة واش ماشي إنجاز كيف كان يتم منح المنح ما مشتو هيك الطالب إحدى اليوم المنحة
ماشي كالطالب هذا ويحيي الجامعة. أقسم بالله العظيم عشنا في 6 سنة في الجامعة ونعرف الفصائل وكنا نعرف. راهم هنا كل شيء راهم هنا. أنا كنعرفهم بواحد بواحد وساكن كل نهار كيديروا مدراء في الجامعة. علاش؟ أنا هذا الشيء اللي بغيت نعرف. الشباب بلاتي 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 لا اللي مشكلة هاي انا عندي في الدار اللي هو بيطالي تفضل قدام الاخوة الاعلاميين قول لي من العدالة والتنمية اللي عنده لي اجازة وخدم كانوا هنا في داري من العدالة عندهم الاجازة وطفوه هادي وطفوه كل واحد كيدور على هاك لا قدام الناس هاك عطي سمية تجي اجي عطي سمية لا جلس هاد السيد قال كانوا هنا قال كيعرفوا انا نتحداك قدام هاد الاخوان ديالنا ديال اللي علم واحد من جوج اصبر بلاتي نفريوها ها الاخوان الى المزاعم ديال هذا صحيحه انا نعطيكم الاستقاله دابا مجلس النواب تفضل هنا تفضل ها هو ما تقدرش بزاف عليك بزاف عليك شي كلمه الله يرشدك بك شوف هسي الاخ شوف هو الا كان استاذ جامع شوف هو لا لا اسمح لي سي عبداتي اسمح لي انا نحب الاستقاله استقيل الى هذا الشيء كيف صحيح السياسه مستقيل لا ما كانش سياسه شوف ما كانش ضغط لا استفتاتي ما كانش العصبيه شوف اسمع استفتاتي راك نائب برلماني هو كل الغلطات استفتاتي لا تقولش الغلطات شوف هو المدخل السلام عليكم الاخوه الله يرحم الوالدين جن دقيقه 800 اقشي وذانو قنشقه سنخن سواء ناصر الدين نقش سفيان منصور جوشي دانيتي والله العظيم يجلس تغدي تعاونيه الفاتح يجلس تغدي العرين الشيخ يصدق كيدي ذميس الحمينو الله يرحم الوالدين انت شاد نتحدي غسنو شلبو قد جاوبا هنا سماني نصوت من الانتخابات ويعدون روح نغر دائرة ثنين اقشي والله العلي العظيم ما ينجح نس قاعد يحرم روبالون وقتش وقت من يضش قرب المعتياته قيد اللائحة قاعد وخص نشت من مرة إن شاء الله وشكرا شوف علي إخوان الله يجزيكم بخير شوف أنا كشغل سوفي أنا كشغل شوف علي إخوان يعني تشتم مثل المنطقة السلامان توقيع عنسن يعني وذاش لنا لو اتقى العدالة والتنمية قد وظفي وذا ياش نشهر وموظف الحمد لله يعني امامكم جميعا من لاك شهيد اللائحه توظف العداله والتنميه ماشي السيد غيقدم الاستقاله مش غيقدم الاستقاله مش غيقدم الاستقاله من الوظيفه العموميه انا والله ما تقدمها لا والله انا اللي غنقدم الاستقاله وسيدون شوف الاخوان انا ماذا شينا ودي انا ماذا شينا ودي قا روح نسجن دي الدائره اثنين لا لا بلا بلا تحلف بلا ما تحلف بلا ما تحلف اخي دي لائحه وش سنتي
هيا هذه مذكره من حزب العداله والتنميه، اول حزب اللي يقل الملاحظات في شان التشطيب. الاسماء يتواجدون في الدائره 1 وسند الدائره 2 الى ايمان تشكلوا السلطه المحليه ترفع الشكايه على الائحه. السنوردين وكل مجلسي ولاو يتهردم بالله الا تلفنا موركعان وتسمى المظهرد 100 122 لا يتواجدون في الدائرة 2 تختلفهم الشروط القانونية وسندغ الدائرة 2، ورغم ذلك مرحبا بهم، لأن واخا وركع ضغطوا الدورو ماشي مشكل. والله العظيم ما يقصر، والله أقسم برب الكعبة ما يقصر، ما خو ما طلعش. ما لا 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 ماشي مشكل، ما فيها تنافسة الماء، ولكن أجاوبك سي مرطين، أش الدائرة هنا أجاوبك. عليك شغل عليك شغل شغل هاري قول لاني دو وني غيسخار في المغالطات انا خايف هاي وني سخارك باين وني كان كذوب وهذه اللجنه غير غوت ما لينهم سيفتاتي انت مستعد يستقل كي خالف ليش خرج لي الا يسوى الواحد وانت كذلك مستعد تقدم الاستقاله هنا نكتبها ما لازمنيش الحاجة مش شي واقع الساعه باش راح نعاون مستحيل على التنمية مقعد باش نذبح المواطنين ماني مجان الغرامية ماني مجان ماشي المغالطات حرام عليكم راني الان نزهة معقولي يوداني غاخذ من المصلحة العامة قليل مليح واخا ذين الحكومة هاني اللي خدم تجي المنطق الاصلاح المنطق التعاون لك الاحزاب مرة اكل المؤسسة الملكية ولكن المواطن هاني اللي ما هو يتحمل مسؤولية الناس أنا راح يسجل للوائح الانتخابية أنا عباح صوت الناس الرغبة الناس من يزو أدل فرز كفاءات إني أدى الغيرة في المنطقة إني أدى الغيرة في المغرب وزم مصرح عمار أقاهم بيجي صوركم بيجي بشانين محودين ومسؤولين والفارق العدل والتنمية مش الموضوعات لقاش لي تتصل هنا نهار اللي نجي ولا تتصل وقت وخسر لكم استورق بانجازات الحكومه من تكاع للتشغيل من تكاع للتعليم من تكاع للصحه من تكاع تبريدا نهار اللي سلم الله يخسر 1500 تبريدا في العالم يكذب بان المغرب يكمل 1500 لين يقشى بريدا جا قريه الكمان يا قرية الكمان زيو ما يمي يبني ذو تلحق السؤال الوزير إنايا لأن سينا نسوم بريدني للجماعة والجواب قد غارنا والجواب أحزار الجماعة إذن وني غا تحمل المسؤولية يخص المجلس غا تحمل المسؤولية الناس أنا راح يجوز 8 أنا راح تولي اعتماد مادية مالية باش يصلح بلي ولجنة عدد المرافق إذا هاني لا بنادم باش يقيم هذي قاعد قال المجلس من قال الجماعة اللي يخدم مصالح الناس هو اللي تاتي وادي تشوف النتيجة لذلك الإخوان الكرام هاني لا نزال يعكدهم لنا الحقيقة الحكومة يا توصل سجل المنطق في الجيب لأن الأغلبية البرلمانيين يدان الأغلبية نتحاول أن نخلق جن ثقافي الديوان الاجتماعي مع النقابات وهذا رغم أن الدستور يقر بالمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات السياسية التي تهم البلاد وعلى رأسها إصلاح منظومة ديال التقاعد، المنظومة ديال التقاعد هي اللي كتهم الشغيلة ديال القطاع العام ولا القطاع الخاص. و يعني هذا التعتيل ديال الحوار هو ماشي في الصالح ديال الموظف الى اخره. في نفس الوقت غادي نختصر الله يجزيكم بخير، في حنا الحكومه تدعي انها تحارب الفساد وهذا مرحبا بك يا الشعب المغربي. هذا الفساد حنا ما تنشوفوش ملموس مجموعه ديال القرارات اللي اتخذها الحكومه. المال العام انا غادي نعطي واحد المثال، الفراع اللي كان مدير العام ديال التعاضد ديال العامه صدر في حقه 5 سجن نافذه والجريمه ثابته في حقه، ورغم ان هذا الاخر سميتو ولا زال يصول ويجول وهو رئيس المجلس.
نعم وحتى انا ان شاء الله يجلس بخير. لا لا قول لي خويا شكون كيدافع عليه اليوم؟ وين راه فين اليوم؟ انا ما عرفتش.